حصان النبي وخير الصحاء، أن نرقى جميعا أعالي السحاء. حصان النبي وخير الصحاب، أن نرقى جميعا أعالي السحاب. ونزرع الحق في كل رحاب، لنحصد النور ونجلو الضباب. لنحصد النور يكذب الواقع الضباب. فالذي يذهب إلى الخمارة يذهب إلى الخمر باختياره، والذي يذهب إلى المسجد يذهب إلى المسجد باختياره. والقدرية الذين قالوا بأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، إزاي يا جماعة؟ قالوا كيف يعذبك الله على شيء لم يقدره عليك؟ فهذا قدر. يعني قدر؟ يقول لك ده قدر. أهل السنة أثبتوا الوسط، فأثبتوا لله مشيئة وللعبد مشيئة. الجبرية أثبتوا مشيئة الله فقط ونفوا مشيئة العبد. القدرية أثبتوا مشيئة العبد فقط ونفوا مشيئة الله. أهل السنة أثبتوا المشيئتين، ولكن قالوا لا تنفذ مشيئة العبد إلا بمشيئة الله، فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت الله عز وجل العبد مشيئة فقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب سنأخذ إن شاء الله القدر بالتفصيل. نعم. قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإيمان والتصديق فقط، والطاعات لا تزيد الإيمان، والمعاصي لا تنقصه، وإيمان أفضل الأمة، أبو بكر كإيمان أقل الأمة، هذا قول المرجئة. والوعيدية من القدرية وغيرهم الذين قالوا بأن الأعمال كلها من الإيمان، وأن الإنسان لو عصى ربه ولو بأقل معصية كفر وخرج من الإيمان، وهم الخوارج وغيرهم. وبعضهم كفر بالكبيرة فقط، فكفر بالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، وهذا كله باطل. لكن أهل السنة خالفوا المرجئة فقالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وخالفوا الخوارج فقالوا بأن المعاصي تنقص الإيمان ولا تذهبه بالكلية، فقد يكون مسلما فاسقا مسلما عاصيا. نعم. قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، كما أوضحنا في الشرح السابق. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فالرافضة يكفرون الصحابة إلا أربعة، والخوارج والرافضة يغالون في علي بن أبي طالب ويرفعونه إلى مرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقولون بأن الأنبياء قد يخطئون، لكن الأئمة أئمة الشيعة لا يخطئون، لأنهم مسددون من قبل الله. والعكس تمام، الخوارج يكفرون علي بن أبي طالب ويخرجون عليه، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، يؤمنون بأن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، وأنه يصيب ويخطئ، وأنه مشهود له بالجنة رضي الله عنه. نعم. قال: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. في العبارة الأولى يثبت أن الله عز وجل على عرشه علي على خلقه، إثبات صفتي الاستواء على العرش وصفة العلو. وفي العبارة الثانية هو سبحانه معهم أينما كانوا، معية إيه؟ عامة، والمقصود بها معية الإيه؟ العلم والإحاطة.
قال أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. يريد أن يبين لك أن المعية المقصود بها هنا معية عامة. نعم. قال كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جمع بين العلو والمعية. أين في هذه الآية الجمع بين العلو والمعية؟ استوى على العرش ده الإيه؟ العلو. وهو معكم أينما كنتم الإيه؟ المعية. فالله فوق سبع سماوات على عرشه مستو بكيفية تليق بجلاله وعظمته وفي نفس الوقت الله معنا بعلمه وإحاطته. وقال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون إيه؟ الله بما تعملون إيه؟ بصير. يبقى دل على أن المعية هنا معية البصر والإحاطة وليست معية الذات كما يقول الحلولية بأن الله حال في خلقه وحاشا لله وكل. نعم. قال وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أنه مختلط بالخلق. رد على الحلولية الذين يقولون بأن الله معنا. والآية صحيحة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعكم واضحة يعني ولا خمسة إلا هو سادسهم يقول ربنا معانا بذاته. أهل السنة رد عليهم قالوا لا نحن نقول الله معنا بعلمه. قالوا إزاي أنتم تؤمنون بأن الله معنا بذاته؟ فقال المبتدعة نعم. قالوا يعني الله معنا في المسجد؟ قالوا نعم. الله معنا في الشارع؟ نعم. في غرفة النوم؟ نعم. الله معنا في الحمام؟ سكت. إنهم لو قالوا نعم لأثبتوا صفة نقص لله كافر، ولو قالوا لا ليس معنا في الحمام رجعوا عن قوله. تمام. هذا كلام المبتدعة، لكن كلام أهل السنة أن الله معنا بإيه؟ بعلم وإحاطته، لكن الله بذاته فين؟ في السماء كما أخبر سبحانه وتعالى. قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. يعني يريد أن يمثل لهم عقلا فيقول القمر آية من آيات الله وأنت تمشي أيها المسافر في الصحراء كأن القمر يمشي معك. نعم. في فوت. أين الفوت؟ وليس معنى قوله معكم مختلط بكم بالخلق قرأها. أيوة فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه. عندك؟ عندك، لكن يبدو أن نظر أنس بدأ ينتقل. نريد شابا يقرأ لأن أنس يبدو أن الفول والطعمية قد أثر على ما فطرش. طب أما لو كنت فطرت بقى كنت هتعمل إيه؟ طيب حد يريح. تعال شيخ أكرم أفطرت فول وطعمية. طيب كم خلاص هنخلي أنس يكمل خمس دقائق وبعد الظهر يرحل أنس ويأتي غيره. نعم اقرأ مرة أخرى. قال فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. أي أن الله عز وجل ليس مختلطا بنا، بل الله عز وجل في السماء على العرش مستوى كما يؤمن كل الناس بذلك ممن صحت عقولهم وصحت فطرهم. نعم. قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. نعم القمر آية من آيات الله، يمشي المسافر في الصحراء فيرى كأن القمر يمشي معه وهو في علو فيقول القمر معنا رغم أنه عال جدا وليس مختلط به ولا ماشي بجواره. نعم. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى أي فوق عرشه بذاته
رقيب على خلقه بعلمه، مهيمن عليهم، قادر عليهم، مطلع عليهم. نعم. لما نقول الله عز وجل معنا بعلمه، مش ده تأويل المعية؟ لا، هذا نوع من أنواع المعية. لو أنك أنكرت المعية يقول لو قلنا أن الله معنا بعلمه مش ده تأويل المعية؟ لا، ليس تأويل، إنما هو نوع من أنواع المعية، معيتان، معية ذات ومعية علم. تمام. طب ما هو معنا بعلمه، معنا بحفظه، معنا بسمعه، هي واحد، معنا بسمعه، ببصره، بإحاطته، كررناها كثيرا. نعم. قال: إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. إلى غير ذلك من معاني الربوبية، لأن من معاني الربوبية الرب هو الملك السلطان المدبر، مدبر الخلق. كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، يعني لا نؤوله، لا يحتاج إلى تحريف، أي لا نحرفه فنقول الرحمن على العرش استوى، يعني استولى، لا نحرف، وإنما نؤمن به على حقيقته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. نعم. قال: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. لا يتبادر إلى ذهن عاقل أن السماء تقله أو تحيط به سبحانه وتعالى، وإنما الله محيط بالخلق جميعا. فالله عز وجل على العرش، والعرش له حملة، والعرش وحملة العرش محمولون بقدرة الله. العرش وحملة العرش محمولون بقدرة الله جل وعلا. وكما ذكرت لكم، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نعم. قال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف تحيط به؟ قال: وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي أن السماوات والأرض ممسوكتان بقدرة الله، وإلا لزالتا عن أماكنهما ولسقطت السماء على الأرض. قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلا بأمره، إذا شاء أن تقع وقعت سبحانه وتعالى. قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، والسماء والأرض تقوم بأمر الله عز وجل، أي لا قيام لهما، والذي يقوم على شؤونهما هو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الآية. ليس معنى أن الله فوق سبع سماوات أنه بعيد، بل هو إيه؟ قريب. فأنت ينبغي أن تؤمن أن الله فوق سبع سماوات وأنه قريب منك. لو تكلمت بصوت منخفض فإن الله إيه؟ يسمعك، ولو تبدى في صدرك شيء فإن الله يسمعك. تفضل يا شيخ، نقف للأذان ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. مدين على آله وصحبه أجمعين. تنبيه: قلت بأن المعية العامة معية علم، أضف إليها معية علم وإحاطة وسمع وبصر. معية علم ومعية إحاطة ومعية سمع ومعية بصر، كل هذه المعية كله داخل في المعية العامة. تمام؟ نكمل إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا يدل على أن الله عز وجل جمع بين العلو والقرب. نعم. قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. أي أن الله عز وجل
ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته. فلا تقس الله عز وجل بقوانين الحياة وقواعدها، وإنما الله عز وجل يمكن أن يكون عليا وقريبا في آن الوقت، وإن كان هذا لا يمكن أن يكون في حق المخلوقين، أنه يمكن أن يكون في حق الله تبارك وتعالى. نعم. قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كلام الله منه بدأ، أي أن الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، ولم يخلقه في نفس جبريل، ولم يخلقه في نفس ملك، ولم يخلقه في نفس رسول، وإنما تكلم به سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، إلى الله سبحانه وتعالى يرجع قبل يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. نعم، القرآن كلام الله، وتكلم الله عز وجل به حقيقة، ولذلك لا يقال بأن القرآن مخلوق، ولا يقال بأن القرآن حكاية عن كلام الله، بل هو كلام الله. نعم. قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. نعم، الكلام يضاف إلى من قاله، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، أو أخبر جبريل عليه السلام بذلك، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كلام الله، فهذا كلام الله على الحقيقة. نعم. العبارة والحكاية كلها كلمات مترادفة. نعم. قال: وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، كما يقول المعتزلة والجهمية، وإنما كلام الله حروف ومعاني، فالله عز وجل بتكلم به على الحقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. قال: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس، كما مر معنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر. نعم. قال: الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وهذا يدفعك أخي الكريم على العمل الصالح الذي يجعلك ترى الله يوم القيامة، فلذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة من أعظم النعيم، فهي أعظم من نعيم الجنة كله. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، فكل عمل صالح تواظب عليه وأنت موقن بأن هذا العمل يقربك من الله، وأنت تطمع في أن ترى الله في الجنة يوم القيامة، يدفعك على العمل والطاعة والإيمان والتقرب إلى الله جل وعلا. نعم. قال: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. نعم، أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر، يعني بامتحان القبر، وأن الملكين سيختبران الإنسان في القبر، وبعذاب القبر ونعيمه، أي أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل قبورنا رياضة من رياض الجنة، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين، اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين. ودليل ذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا عند الموت عند السكرات، وفي الآخرة عند سؤال الملكين. والدليل أيضا من السنة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، فهذا دليل على أننا نختبر في القبور. نسأل الله أن يثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، ولقنا حجتنا، وسدد ألسنتنا عند السؤال. نعم. قال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. هذا يشير إلى حديث البراء بن عازب المشهور الذي حسنه الترمذي وصححه الحاكم، الذي ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الحاكم وصححه الألباني، وحديث طويل مشهور. نعم. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيب وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. هذا في القبر، وهي ما تسمى بالقيامة الصغرى، أو ما تسمى عفوا ب وقت البرزخ، فترة البرزخ من الموت إلى البعث، وهذه الفترة إما نعيم أو عذاب، كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة. اللهم اجعلها علينا جميعا نعيما يا رب العالمين. قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. المقصود بها البعث والنشور بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا معلوم وأدلته كثيرة مشهورة. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله، قال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وفي رواية: من أن ينظر بعضهم إلى بعض. وهذا الحديث يدلك دلالة واضحة على أن الأبصار مشدوهة والعقول مدهوشة حينما نخرج من القبور، فالكل يمضي إلى هدف واحد، إلى مكان الحشر، كيف لا وأنت ترى الملائكة بمناظر عجيبة، إذا كان جبريل له 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب، والملائكة منهم من له جناحان أو 4، يزيد في الخلق ما يشاء، كل هذه المناظر أنت تراها بين يديك وأمام عينيك، وأنت عريان ولا تدري ما يفعل بك، أيقاد بك إلى، أيساق بك إلى النار والعياذ بالله، أم يقال لك تقدم إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ فأنت حينئذ همك نفسك يوم القيامة، يوم الزلزلة، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم شديد مستطير حره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم القيامة تندم على كل لحظة مرت منك ولم تذكر الله فيها، يوم القيامة تندم على كل ساعة مرت منك ولم تطع الله فيها، يوم الحسرة والندامة، يوم تتمنى لو تصدقت بكل مالك، يوم تتمنى لو قمت الليل طوال عمرك، يوم تعرف حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، وأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع الغرور كما قال الله عز وجل، وأن الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. اللهم اجعل الآخرة خيرا لنا من الدنيا. قال رحمه الله: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق،
فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذا كانت الشمس الآن إذا اقتربت قليلا من الأرض اشتد الحر فلم يطق الناس الحر، فكيف يوم القيامة وقد دنت الشمس من الرؤوس مقدار ميل تغلي منها جماجم كثير من الناس ويلجمهم العرق إلجاما، أي يغوص الإنسان في العرق إلى اللجام أي إلى الفم، فكل هذا الماء من أسفل قدميك إلى فمك وأنفك عرق له رائحة العرق، عرق تمشي فيه وتخوض، فأنت تمشي في ماء من عرق، وتنصب الموازين وأنت لا تدري ما يوزن لك، وينادى عليك باسمك فلان ابن فلان فتأتي لشهود ميزانك، وقد ارتجف قلبك وخافت نفسك، وتوضع سيئاتك سيئة سيئة وأنت تنظر، تكاد عينك تقلع مع كل سيئة، وقد غضب الجبار غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، والناس وجوم والكل سكوت، والملائكة الكرام البررة لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأنت في هذا المنظر المهيب ينادى عليك تعال اشهد ميزانك، وتنظر إلى كفة الحسنات والسيئات، وتوضع حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة، ويؤتى برجل تبقى له حسنة واحدة يريد أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة، فيقول يا رب أنظرني، ثم يذهب إلى ابنه فيقول أي أب كنت لك في الدنيا، فيقول نعم الأب كنت، فيقول إني أريد حسنة واحدة أنجو بها من النار وأدخل بها الجنة، فيقول أما هذه فلا فإني أحوج إليها منك اليوم، ثم يذهب إلى زوجته فيقول أي زوج كنت لك في الدنيا، فتقول نعم الزوج كنت، فيقول إن أريد حسنة واحدة أنجو بها من النار وأدخل بها الجنة، فتقول أما هذه فلا فإني أحوج إليها منك اليوم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، اللهم ثقل موازيننا يوم القيامة. قال رحمه الله: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تنشر الدواوين أي تفتح، وقيل تنشر أي تتطاير الصحف، فصحيفتك تلتصق بيدك اليمنى من أمامك أو تلتصق بيدك اليسرى من خلفك والعياذ بالله. تصور هذا المنظر، وقد طارت الصحف صحف العباد، نتيجتك نتيجة بقائك في الحياة 60 سنة تطير في هذا الكتاب، ولا تدري أي كتاب كتابك، وأنت واقف مجدوه البصر والكل كذلك، فإذا برجل يمسك بكتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فيا فرحتاه ويا فرحتاه ويا سروراه، وآخر إذا بكتابه يلتصق بيده من خلف ظهره يقول يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. منظر مهيب، منظر مريب، منظر عجيب، منظر يجعل العبد يجتهد في العبادة والطاعة في الدنيا حتى يفرح يوم القيامة،
فهذا الذي يمسك بكتابه بيمينه يبيض وجهه وتنفرج أساريره ويفرح، وهذا الذي يمسك بيده من خلف ظهره بيده اليسرى يمسك كتابه يسود وجهه ويعلم أنه هالك، فيا حزناه يا حزناه. هذا الامتحان جاءت وقائعه لك وأنت في الحياة وأنت في الدنيا لكي تجتهد في طاعة الله عز وجل وتبتعد عن معصية الله، وإن كنت ظلمت أحدا تستسمحه اليوم، وإن كنت قصرت في طاعة فلتقم وتتدارك هذا التقصير. أخي الكريم، إن منظر يوم القيامة منظر تشيب فيه الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم هون علينا هذا اليوم، اللهم هون علينا هذا اليوم، اللهم هون علينا هذا اليوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكمل بعد الصلاة، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام محمد أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، قال رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها. قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض. قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن أعماله، لأنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمال فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها والعياذ بالله. وفي ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يقول للعبد: يا فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك إلى آخر الحديث، أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ولكن بعض العلماء قال بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الإيه المدثر، ماذا قال؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فدل على أنهم رغم أنهم مكذبون بيوم الدين كفار، سئلوا عن الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله: وفي عرصات القيامة. والعرصات هو المكان المتسع بين البنيان، والمراد هنا مواقف القيامة. والحوض معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم له حوض وهو موجود الآن، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال لأصحابه: وإني والله لا أنظر إلى حوض الآن. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومنبري على حوضي. فهذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض وأنه موجود الآن.
ماء أبيض من اللبن وأحلى من العسل. وهناك رسالة للعبد الفقير في حوض النبي عليه الصلاة والسلام اسمها تيسير الكريم العلي في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن ترجع إليها إن شئت. نعم. قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر. قال: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. وهذا في معناه حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فتخيل نفسك يا عبد الله وأنت على الصراط، تمر على هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأدق من الشعر، وحول الصراط كلاليب أي خطاطيف، فهذا كلوب يخطف الزناة والعياذ بالله، وهذا كلوب يخطف المرابين، وهذا يخطف الذين لا يغضون أبصارهم، وهذا يخطف الذين يشربون الخمر، وهذا يخطف الخداعين الغشاشين، وهذا يخطف الكذابين، وهذا يخطف العاقين لآبائهم، وهذا القاطعين لأرحامهم. ومن الناس من تتخطفه كلاليب فيخطفه الأول فلا فيخدشه ويمر، ثم يخطفه الثاني ثم الثالث، لأنه كان يفعل أكثر من ذنب، فقد ينجو مخدشا مجروحا، وقد توبقه أعماله فيظل لازقا برجله حتى يقع بوجهه ورأسه على النار في النار والعياذ بالله، لأن هذا جسر منصوب على متن جهنم، يعني فوق جهنم، مثل يعني لا نستطيع أن نمثل لكن نقرب لك المعنى. لو تصورت مثلا أن بحرا كبيرا مثل البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر، وجسر من أوله إلى آخره، كبري صغير من أوله إلى آخره، والناس يمرون عليه، وحوله كلاليب تخطف وتسقط الناس في النهر، كذلك كلاليب تسقط الناس في جهنم والعياذ بالله. والكلاليب هذه هي الذنوب والمعاصي، فمن كان يمر على الذنب فلا يصيبه فإن الكلوب لا يتحرك له، ومن كان يصيب الذنب فإن الكلوب يتحرك جهته، أي الخطاف يتحرك جهته. فانظر كم خطاف سيتحرك لك، كم ذنبا أدركته يا عبد الله، قم من الآن وتب توبة صادقة بينك وبين الله، لعل الله عز وجل يقبل توبتك ويغفر ذنوبك، فتستقر الكلاليب ولا تتحرك إليك. فمن الناس من يمشي فلا تتحرك إليه الكلاليب، ويمشي كالبرق كأنه طائر، وآخر يمشي جريا، وآخر يمشي سعيا، وآخر يمشي مشيا، والآخر تتخطفه الكلاليب. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط. قال رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. وهذه القنطرة التي عبر عليها من نجا من هذه الكلاليب فلم تصبه،
أو خدشته خدشات متتابعة لكنه لم ينغمس في المعاصي انغماسا فنجا مخدوشا وقبل أن يدخل الجنة بقيت عليه مظالم للعباد فيقف لابد أن ينقى لابد أن يهذب لابد أن يكون طيبا لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب فلا يدخلها الظالم ولا يدخلها الخبيث ولا يدخلها رجل طيب فيه ظلم وخبث قف منزلتك الآن هي رقم 100 في الجنة لكن عليك مظالم فيعطي هذا من حسناته لمظلمته وهذا من حسناته لمظلمته فإذا بمنزلته تتناقص وتتناقص وتتناقص حتى إذا أرضى كل الذين ظلمهم وهذب ونقي من جميع مظالمه وفقد ما فقد من قيام الليل وتلاوة القرآن وصيام النهار فقد ما فقد من الطاعات التي تعب في تحصيلها قيل له ادخل الجنة فيدخل الجنة على قدر عمله بعدما أرضى هؤلاء المظلومين فلا تتعب نفسك في قيام الليل ثم تغتاب الناس فتعطيهم قيامك ولا تتعب نفسك في صيام النهار ثم تظلم أحدا فتعطيهم صيامك يا من تأكل حقوق البنات وتصلي الفجر وتصوم ستفقد كثيرا من طاعاتك يا عبد الله قنطرة بين الجنة والنار قنطرة العدل والقصاص اعمل لها حسابا أخي الكريم وإياك أن تظلم أحدا اللهم نق قلوبنا من الظلم اللهم نق قلوبنا من الظلم وتب علينا من المعاصي والذنوب اللهم سلمنا من كلاليب الصراط اللهم سلمنا من كلاليب الصراط اللهم إننا قد أذنبنا ذنوبا كثيرة وعصينا معاصي عظيمة لكننا نستغفرك ونتوب إليك ونطلب منك الرحمة والمغفرة فإنك أنت الكريم لا ترد سائلا قال رحمه الله فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة قال وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليك يا رسول الله يا من أول من تستفتح باب الجنة كما ثبت في صحيح مسلم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول من يقرع باب الجنة وفي رواية آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليك يا رسول الله أنت أول من تدخل الجنة وأمتك أول أمة تدخل الجنة ولا يستطيع أحد أن يدخل الجنة من أمتك إلا عن طريقك يا محمد صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يدخل الجنة أيها الأحباب فعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عباداته وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه وأن يقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام في سنته إذن طرق الجنة مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق الكتاب والسنة والدليل على أن الأمة المحمدية يا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة نحن الآخرون أي آخر الأمم في الدنيا زمانا الأولون أول أمة تحاسب ونحن أول من يدخل الجنة
كرامة للحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم إنا نحمدك ونشكرك أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحمدك ونشكرك أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم إنا نحمدك ونشكرك أن جعلتنا من أمة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. اللهم إنا نحمدك ونشكرك أن فتحت لنا باب التوبة وجعلتنا أمة مرحومة. فاللهم إنا لا نستطيع أن نحمدك ونشكرك على الوجه الذي يليق بجلالك، لكننا نطمع أن تغفر ذنوبنا وأن ترحم ضعفنا. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وهذه الشفاعة الأولى تسمى بالشفاعة العظمى، حينما يقف الناس يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس وتغلي منها كثير من الجماجم، ويتمنى كثير من الناس أن يخرج من هذا الموقف ولو إلى النار، فيأتون آدم لكي يشفع عند الله عز وجل أن يبدأ الله في الحساب، فيعتذر آدم، ثم يأتون نوحا فيعتذر نوح، ثم يأتون عيسى وموسى وإبراهيم كل الأنبياء فيعتذرون، ثم يأتون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يفتح عليه من قبل، ويتركه ساجدا بين يديه ما شاء الله أن يتركه، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا رب أمتي أمتي. ثم يشفع في الأمم جميعا أن يبدأ الله عز وجل الحساب، فيتقبل الله عز وجل منه شفاعته ويبدأ في حساب الناس جميعا، بادئا بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. بعدما ينتهي الحساب يوقف أهل الجنة حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخلوا الجنة، فيؤمر بالنبي عليه الصلاة والسلام فيدخل، ثم تدخل أمته، ثم باقي الأمم. نعم. قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة لا تكون لأحد إلا لمن أذن الله أن يشفع له، شفاعة الأنبياء والصديقين وغيرهم. أناس استحقوا النار فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، استحقوا النار بالكبائر والذنوب لا بالشرك، لأن المشرك مخلد في النار، معهم التوحيد وأصل الإيمان، فيقبل الله عز وجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس دون بعض، فيدخل هؤلاء برحمته الجنة، ويترك أولئك في النار بعدله. اللهم شفع فينا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة تكون للنبيين والصديقين والشهداء وغيرهم ممن أذن الله عز وجل لهم بالشفاعة. نعم. قال رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. نعم، يخرجهم الله عز وجل من النار بعدما امتحشوا، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما أي احترقوا وصاروا كالحمم السوداء المحترقة. ثم يضعهم رب العزة تبارك وتعالى في نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة برحمته فيقال هؤلاء عتقاء الرحمن. اللهم أعتقنا من النار من غير حساب ولا عذاب، اللهم أعتقنا من النار من غير حساب ولا عذاب، اللهم أعتق رقابنا من النار. قال رحمه الله: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. نعم، ينشئ الله عز وجل أقواما ليملأ بهم باقي الجنة، وهذا من رحمته تبارك وتعالى، وهذا ثابت في الصحيحين أن الله عز وجل ينشئ للجنة أقواما فيدخلهم الجنة، أما النار فلا ينشئ لها أحدا لا يستحق النار، وإنما يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي اكتفيت اكتفيت. قال رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وهذا يدلك على أنه ينبغي أن تؤمن بالله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة في القبر والبعث والنشر والصراط والجزاء والحساب والجنة والنار وتفاصيل ذلك الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء أورد ذلك بالأحاديث المتواترة أو الأحاديث الآحاد ما دامت قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين، فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وما هم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. وهذه تسمى بمرحلة العلم، والقضاء والقدر مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة مراتب، المرحلة الأولى العلم. نعم. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وهذه مرحلة الكتابة، مرتبة الكتابة. نعم. قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. اللهم إن كنت قد كتبتنا من أهل النار فاكتبنا من أهل الجنة، اللهم امحها واكتبنا من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك بأنك على كل شيء قدير
وجاءنا عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، فإنا ندعوك دعاء المستسلمين المتذللين المتضرعين بين يديك، إن كنت قد كتبتنا من الأشقياء فامحها واكتبنا من السعداء. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا